نتمنى بالتأكيد أن الأمور تعود لنصابها، نتمنى أن احنا نتجنب في هذه القمة، قمة تنقية الأجواء، كل القضايا الخلافية حتى لو كانت في اتفاقيات وقعت، وأنا بتكلم صراحة عن بالتأكيد تيران وصنافير. في اعتقادي أن أهم ما يميز هذه القمة أن هي بتقطع الطريق أمام محاولات كتيرة من قوى الحقيقة كان كل أملها أن هي تشق الصف العربي، وللأسف بعض هذه القوى، مش قوى يعني، دويلة عربية، بالمناسبة عودة مصر والسعودية للمسار الطبيعي في العلاقات بين البلدين ما يعنيش بكرة أن احنا السعودية هتقطع علاقاتها مع قطر أو تركيا، عشان بس احنا من يعني الموضوع ملوش علاقة بكده، أو مصر هتغير موقفها من الأزمة السورية مثلا. العلاقات بين الدول ما بتتحسبش بالطريقة دي، حتى بين الأشقاء، حتى بين مصر والسعودية، لازم نكون متفهمين ده كويس جدا، متفهمين ان يعني لكم دينكم ولي دي، انت من حقك ان انت تبني مواقفك بناء على قناعاتك الشخصية، اختلاف المواقف السياسية ما يعنيش ابدا العداء، ما يعنيش ابدا ان في خلافات، ده امر طبيعي.